يا سوهاج يعني ارتاح كده خمس دقايق وروح طالع على اخميم. اخميم او اخميم هي يعني مسافة بسيطة جدا، ولما تنزل اخميم هتلاقي حاجات كتير قوي حلوة. بس بقى في سنة 1981 اكتشفوا بيحفروا في المنطقة دي عشان يبنوا معبد، معهد ديني او حاجة زي كده. فبصوا لقوا في حجارة فخمة عظيمة جدا، اكتشفوا انها تماثيل. فلقوا تمثال عبارة عن ثلاث حتت فواضح، وفي تمثال متدغدغ عبارة عن 70 حتة، اللي هم دول اللي انت شايفينهم دول. قدروا بتوع الاثار وبتوع الترميم بمهارة فائقة يضموا يوضحوا التمثال ويظبطوه كده، تمثال رمسيس الثاني ومرت آمون اللي هي محبوبة آمون اللي هي بنت رمسيس الثاني الرابعة، بنت الرابعة. هو خلف كتير، خلف يجي 100 عيل. هنقول لكم ليه كده الحكاية. فزي ما انتم شايفين رمسيس الثاني ده ليه قصة في تاريخ الفراعنة وفي تاريخنا كبير قوي قوي قوي، لأنه قصة حكمه هنحكيها. لكن مرت آمون دي البنت اللي هي محبوبة آمون، واللي بتقول بعض الروايات انه هو اتجوزها، رمسيس الثاني اتجوزها. هو الفراعنه كانوا بيتجوزوا بناتهم؟ شوف ده في التاريخ حسب ما هو مذكور يعني، وده من النقوش اللي قروها وترجموها وكده، ان ممكن الفرعون في ظروف استثنائيه يتجوز بنته او اخته. اخته دي كتير سمعنا عنها كتير، اخته دي، انما بنته دي برضه ظرف استثنائي. وده مش الشعب المصري وقتها، مش المصريين، ده الفرعون بس. ليه بقى؟ يقول لك الدم بتاعه دم نقي، دم آلهة. فالآلهة ما يتجوزوش غير آلهة، يعني هيتجوزوا بني آدمين ازاي يعني؟ فحفاظا على الدم، النقاء الدم بتاع الفرعون، انه ممكن يتجوز اخته وممكن يتجوز بنته في حالات نادرة. انما الشعب لا، مفيش عند الشعب المصري ما كانش عنده انه يتجوز اخته وجوزها، حسب الوثائق اللي طالعة موجودة. ففي احتمال كبير يكون رمسيس لسبب او باخر احنا ما نعرفوش اتجوز مرت او عروس، سمينا هنا بيسموها العروسه ببساطه كده، لانها اجمل تمثال امراه واكبر تمثال امراه. طب هم كانوا هنا والتمثالين جنب بعض، واحنا عارفين ان هي دي المنطقه دي، دي المقابر بتاعت اخميم او جبانة اخميم اللي هي موجودة كلها تحتها تماثيل وحاجات يعني اثار كبيرة جدا. هل هنا التمثال بتاع رمسيس الثاني وتمثال مرت امون، هل دول ده مدخل المعبد؟ بيقولوا لنا بتوع الاثار المتخصصين ان ما ينفعش الفراعنة يحطوا في مدخل المعبد ست، وخاصة عمك رمسيس الثاني ده، لان عمك رمسيس الثاني ده كان يكسر المعابد اللي هي عليها رسومات فراعنه غيره، يكسر الوشوش وكده، كان راجل عجيب جدا. معلش بس هو ايه طالت حكم فتره حكمه 67 سنه، بيقول لك احتمال تكون كده بالظبط 67، وهو حكم ما بين 25 28 يعني في سن الشباب خالص، وقعد ضرب لغايه ما عدى 90 سنه. فطبعا ممكن بقى تلاقي حاجات كتير قوي، لان قعد في الحكم 67 سنه. وهو بقى كان فارس يعني، او بيسموه ايه، محارب عظيم جدا. وهو ده كان ليه معارك، معركه قادش المشهوره في التاريخ، والحيثيين، وحروب كانت ما بتخلصش لغايه ما عمل معاهده سلام، بتعتبر اول معاهده سلام في التاريخ، اول مره الناس يعملوا معاهده سلام. وراح متجوز بنت ملك الحيثيين عشان يحل المشكله. ولو في التاريخ بقى رمسيس تاني، افتح كده وشوف، هتلاقي حكايات 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 عن رمسيس التاني ما بتخلصش، لان 67 سنه وكان ملك معتبر من الملوك الفراعنه الكبار المهمين العظام يعني. فهل ده مدخل المعبد؟ قالك لا، ما يحطوش الفراعنه ست في المعبد، خاصه عمك رمسيس، لان هو كان حاسس بنفسه قوي قوي قوي. فاحتمال ده يكون مدخل جانبي للمعبد، فده معناه ان الارض اللي احنا واقفين عليها دي في اخميم، والمكان الكبير ده كله اثار. لما تبص كده على راضي كده في الزاويه دي، هتلاقي مجموعه اثار كتير كبيره جدا،
دي بقى ايه؟ دي اللي صدروها من البيوت. هنا بعض الناس تحفر تلاقي تمثال، تحفر تلاقي تمثال، فصدروها وبيشتغلوا عليها بحيث ان هم يظبطوها ويعرفوا تواريخها ويعرفوا الحاجات دي كلها. ميريت امون هي محبوبة ابيها، وبلغتهم يعني لما تخش القصر مضيئة، لما تخش القصر ميريت امون مضيئة، كانت بيقول لك زي القمر. وتمثالها فعلا لما سموها هنا الصعايده اخوانا حاجه جميله، العروسه هي فعلا شكلها جميل جدا. ميريت امون بنت رمسيس الثاني، وايضا بنت عم خالتك من البرتاري، برضو كانت ست جميله جدا، دي الزوجه الرئيسيه لعمك رمسيس الثاني. ميريت امون كيف وصفت في الوثائق او الحجاره مكتوب عنها ايه؟ هي جميله المحيا، مضيئة لقصرها كلما حطت حبيبة سيد القطرين اللي هو عمك رمسيس، تقف دائما إلى جانب ملكها رمسيس الثاني. ميريت أمون تمثال يعني عثرنا عليه أخيرا، بيحكي حكاية جميلة جدا لملك كبير أنجب 100 طفل أو 100 شخص أو 100 بني آدم، لكن على رأسهم تظل ميريت أمون هذه العروس اللي هي عروس سوهاج وعروس الفراعنة.